هاي الصور مال التدريبات يعني استفزتني، كأنه علي يريد يوصل رسالة للجمهور، خاصة أنت تتمرن بس بالشورت ولا ما لابس، يعني ما لابس الجيرزي، ما لابس لي فوق، تقول لهم شوفونا أنا أتمرن وموسمين، وهاي رسالة تريد توصلها علاوي؟ لا والله مو هاي. شوف انا مقلدي، شوف بيان انت تعرفني كل زين، شخصيتي تختلف كثير، انه دائما ما احب اوصل رساله بالملعب، هذا همي الوحيد، ما احاول انه اوصل رساله بطريقه ثانيه، ومن اريد احكي شيء راح احكيه بالوجه، لا اخاف ولا استحي، الحمد لله والشكر. لكن شوف، الكل يعرف درجه الحراره والرطوبه في دبي عاليه جدا، يعني أي صدقني انه وصلنا مرحله، يعني حتى علاء عباس قاعد يتدرب معايا، وجه له تحيه، يعني خطيه اليوم هو داخل الملعب صراحه، يعني فقاعد نتدرب السلام. الظهر، يعني نتدرب بجيم الصبح، الظهر بالملعب، وبالليل ممكن جيم او مسبح، فقاعد يصير جهد عالي جدا، لكن الحراره والرطوبه عاليه جدا بدبي، فاكيد يعني انه لو بدينا حتى نكون ملعب مغلق، لكن تعرف انه هذا اللي موجود حاليا، لكن بالنسبه لنزعه التيشيرت لا والله ما لي كل قصد بها، اللي يعرفني يعرف انه هاني الحمد لله والشكر، انه حتى اذا يزيد وزني فاكيد يزيد عضل، ما راح يزيد شيء. يعني هذا مو مسجات، يعني between the lines، بين السطور، انه باعوني، يعني مو تقول الاحلى سمنا. عبارة هاي المرحلة كلش هو عبارة الحمد لله.